انا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، هنبدا ناخد نوع نوع من انواع الانتنه وندرس الانتنه والبارامتر بتاعتها وشكل الراديشن اللي خارج والكلام ده كله. فاول نوع هناخده اللي هو الترمينال، اللي هو نوع الدايبول انتنه. نوع الدايبول انتنه، خليك فاكر دايما ان الانتنه دي ما هي الا سلك، ان انا اللي هو زي السلك زي الاريال اللي كنا بنحطه زمان فوق البيوت او طبق الدش، او سلك عباره عن سلك كده بس، سلك واحد بس وتدله كده بس. لو انت ربطه دايره كهربيه زي دايره الراديو اللي انتوا المفروض هتعملوها يعني او عملتوها، كنا بنجيب الانتنه بتاعتنا عباره عن سلك، بنجيب سلك كده 2 متر 3 متر ونربطه في الدايره بتاعتنا ونبدا نلقط القنوات اللي احنا عايزينها. خلاص، فالانتنه ما هي الا سلك، سلك موصل. طيب سلك موصل ده بقى هشكله ازاي؟ على حسب نوع الانتنه بتاعتك. يعني الدايبول انتنه، كلمة دايبول حاجة يعني ثنائي، كلمة دايبول يعني ثنائي. الدايبول أنتنة هي عبارة عن واير أنتنة، ممكن أقسمها على حسب الطول بتاعها. الدايبول أنتنة شكله إيه يا شباب؟ أهو هو بيسموها دايبول علشان هي كده، واحد فوق واحد تحت شبه بعض، تيبيكال من بعض، سلك مشكله بالشكل ده، نص فوق أهو ونص تحت أهو. لو هو كله طول دلتا ال من فوق لحد تحت طوله دلتا ال، يبقى فوق دلتا ال على 2 تحت دلتا ال على 2، هو ده الدايبول انتن. على حسب بقى الدلتا ال دي طولها قد ايه، انا هقول لك نوع الانتن ايه. يعني ممكن يبقى الدلتا ال ده طويل قوي، ممكن يبقى نص نص، ممكن يبقى قصير قوي اهو. فقال لك على حسب طول الدلتا ال انا هقسم الانتن بتاعتي لثلاث انواع. اول واحد بنسميه انفيتيزمال او اليمنتري، كلمه اليمنت يعني عنصر، او انفيتيزمال يعني صغير جدا، حاجه محدده جدا، ان الطول بتاعي كان صغير جدا جدا جدا، فبنسميه انفيتيزمال دايبول. دايبول صغير او طوله محدد جدا. لما الدلتا ال تبقى صغيره اصغر من لندا على 100، الكلام ده بيتحفظ. الدلتا ال لو اصغر من لندا على 100 ساعتها بنسميها انفيتيزمال دايبول. طيب لو كانت ما بين اللمضة على 100 ولمضة على 10 ساعتها بنسميها شورت دايبول، هو أكبر شوية بس لسه شورت. طب لو كانت الدلتا ال بقى كبيرة أكبر من لمضة على 10 ساعتها بنسميها لونج دايبول. يبقى الدايبول ده ما هو إلا سلك هشكله على إنه أنتنة، بس أنت هتجيب سلك طوله قد إيه؟ قال لك لو صغير قوي هنسميها انفيزمال دايبول، لو بين البينين هنسميه شورت دايبول، لو كبير قوي هنسميها اللونج دايبول. انت هتدرس الثلاث انواع انتنا بالتفصيل الممل ده، هتاخد الانفيتيزمال وبعدين الشورت وبعدين اللونج. اللي هيفهم دي هيفهم الانفيتيزمال وهتعمله هنا، هيتعاد كله في الشورت، هيتعاد كله في اللونج، هو ده المنهج بتاعك. وبعد كده تاخدوا نوع كمان او نوعين في الاخر. خلاص؟ بس عارفه ان انت هتجيب اهو، هتخلصوا ده هتخشوا على الشورت، هتخشوا على اللوب، واللي هيتعمل هنا هو نفسه اللي هيتعمل في الاثنين التانيين. تعالى نبدا باول واحد اللي هو الانفيتيزمال دايبول، اللي هو الدلتا ال بتاعتي اصغر من لمضة على 100. ماشي، انا شاطره، انا شاطره دي. كل واحد لازم تعرف عنه ان الدلتا ال هي اصغر من لمضة على 100، الطول بتاعي كام؟ لان هو في الامتحان مش هيديكي مثلا، ممكن يقول لي مثلا دايبول وبس ويسيبني. انا دارس ثلاث انواع من الدايبول، هحل اهله قوانين او هستخدم اي قوانين، ممكن هو يديك الدلتا ال، فانا ساعتها هعرف احدد نوع الدايبول اللي هستخدم القوانين بتاعته هي ايه. خلاص، فالدلتا ال في اول واحد اصغر من لمضه على 100. طيب احنا اخر حاجه في السكشن اللي فات عملناه هو القانون ده، وقلت لكم ان انا مش مهم الاثبات قوي، انا الاثبات ده عايزك تعرفه مره وخلاص، انا يهمني دي تتحفظ اهي. اخر حاجه عملتها في السكشن اللي فات قلت لك ان هيديك الاي اوف زد كمعادلة أو كرسمة، وأنت تجيب له فورير ترانسفورم وتعوض فيه علشان تجيب الـ A of R. فالـ A of R حتى قلت لكم احفظوها بالطريقة دي، ميو على 4 باي ثابت على ثابت، A سالب جي بيتا R على R في الفورير ترانسفورم بتاع الـ I of Z، وحط الأوميجا بيتا كوزين سيتا والتي في Z. ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، قلت لك المعادلة دي تحفظها زي اسمك، لأن دي أول معادلة هتبدأ فيها كل نوع من الأنواع، أول إثبات هتبدأ بيه أهو. خلاص كده، هات لي الاي اوف زد، هجيب لك فورير ترانسفورم ومنها هجيب الايه. طب وبعد ما اجيب الايه هعرف اجيب لك بقى الاتش والاي وكل اللي انت عايزه. خلاص كده، يبقى اول حاجه هات لي الاي اوف زد،
هو هنا بيقول لك ان في حاله الانفيتيزمال دايبول هي عباره عن ريكتانجولر، عباره عن ريكتانجولر ديستريبيوشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاي اوف زد ثابت على طول الانتنه بتاعتي بمقدار اي نوت، هنا 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 اي نوت، لكن اي حته تانية غير الطول بتاع الدايبول هو بصفر. اه بره الطول بصفر وبره الطول بصفر. شايفين الخط اللي انا عاملاه ده؟ الخط اللي انا عاملاه ده هو الاي اوف زد، التيار بتاعي عامل كده، ده الديستريبيوشن بتاعه. فبيقول لي ان الاي اوف زد اهو هو عباره عن اي نوت على طول الدايبول اللي هو من سالب دلتا ال على 2 لموجب دلتا ال على 2، لان طول الدايبول هو دلتا ال، واي نقطه تانيه هو بصفر. ادي الاي اوف زد اهو. طالما الاي اوف زد مكتوبه بالشكل ده يبقى ريكت، اي نوت ريكت زد على دلتا ال، ادي المعادله بتاعت الاي زد. هجيب له فورير ترانسفورم اجيب الايه اوف ار. طبعا زي ما انا قلت المره اللي فاتت فورير ترانسفورم من الريكت بصا، فيعوض عن الصا علشان الطول صغير جدا، فالصا صفر بواحد اهو. بصوا كده معايا اهي، الاي اوف ار هتساوي بيو على 4 باي في سالب جي بيتا ار على ار اي نوت دلتا ال. خلي بالك او اي نوت في دلتا ال اللي هي ايه تاو صا اوميجا تاو على 2، هو علشان الطول صغير جدا فيعمل ابروكسيميشن زي ما عملنا في المساله اللي فاتت، ان انا هشيل الايه صا اوميجا تاو على 2 فضل اي نوت دلتا ال بس. خلاص كده ادى الاي اوف ار، جبت الاي اوف ار طلع معايا في اتجاه الزد. معنى كده ان اتجاه الاكس واي بكام؟ هو طبيعي، هو طبيعي في اتجاه الزد. بص كده معايا، هو التيار ماشي فين؟ لو هو الدايبول موضوع على محور زد، يعني معنى كده ان التيار ماشي في اتجاه محور زد، يبقى الاي اوف ار هتطلع في اتجاه محور ايه؟ محور زد. هل في تيار في اتجاه محور اكس او واي؟ لا، هو عباره عن سلك محطوط موازي لمحور زد، فالتيار هيمشي موازي لمحور زد او على محور زد، وبالتالي الاي هتطلع على محور زد. معنى كده ان الاي اوف اكس والاي واي بصفر. اهي الاي زد هي اللي موجوده اهي، زي ما انا قلت لك دي طالعه في اتجاه محور زد، يبقى الاي زد هي اللي موجوده، ولكن الاي اكس والاي واي بايه؟ بصفر. الحركه اللي بيعملها دي الخلاصه بتاع المحاضره هي بيحول من الاكس وواي وزد للار وثيتا وفاي، بيحول من الاحداثات الكارتيزيه، الاحداثيات الكارتيزيه من الكارتيزيان فورم للبولر فورم. ليه؟ علشان التعامل في الكارتيزيان فورم سواء كان تكامل او تفاضل او جريد او الكلام ده كله بيبقى صعب، فقال لك بدل ما اتعامل في الكارتيزيان اكس وواي وزد انا اتعامل في البولر اسهل اللي هي الار وثيتا وفاي، فحول الايه اللي داله في اكس وواي وزد للايه اللي داله في ار وثيتا وفاي. هحولها ازاي؟ لا انت مش بتعرفها، يعني دي حاجه تبع الرياضه مديينها لنا في تحويله كده معروفه من الرياضه، بتقول لو عاوز تحول من اكس وواي لزد الار وثيتا وفاي اي متجه عاوز تحوله في عندك ماتريكس بتستخدمها عشان التحويلات. لو في المحاضره بحول بماتريكس احفظها كده واحول بيها، تمام كده، سواء كان من الكارتيزيان للبولر او العكس. طيب حولت، يبقى انا كده عرفت ان انا معايا ايه وزد، حولت. هلاقي بعد ما احول ان الايه الار والثيتا والفاي، الار والثيتا طالعين هما اللي موجودين والفاي هو اللي بصفر. هنا كان الايه اوف زد هو اللي موجود، لا هنا هلاقي الار والثيتا هما اللي موجودين والزد والفاي هو اللي ايه اللي بصفر. بمجرد ما جبت الايه زي ما قلنا قبل كده، الايه بجيب منه الاتش بجيب منه الايه. لو تفتكروا اول حاجه خدناها في السكشن اللي فات اللي هو الباص السهل والباص الصعب، طالما جبت الايه اعرف اجيب الاتش، وطالما جبت الاتش اعرف اجيب الايه. نفس المعادلات اللي كانت موجوده في اول سكشن خالص او اول محاضره خالص، دي خلاص استامبه سهله، استامبه ثابته هنعملها هي هي. خلاص لما جيت احل المعادله، الكلام ده بالنسبه في المحاضره، لما جيت احل الاتش والاي لقيت ان الاتش اوف فاي، انا دلوقتي عارف ان انا عندي بولر، يعني الاتش هيبقى ار وثيتا وفاي والاي هيبقى ار وثيتا وفاي، لقيت ان الاتش فاي هو اللي موجود والار وثيتا هما اللي بصفار، والاي ار وثيتا هو اللي موجود والفاي هو اللي بصفر. خلاص كده الكلام ده يتحفز، ده اول اثبات بتاع الانفيتيزم. انا كاتبه لك هنا اهوت للكارتيزيان اكس واي وزد والبولر ار وزيتا وفاي، فطبعا علشان دي اسهل في ايجاد الايه فاحنا حولنا للبولر. يبقى تاني يا شباب كده انا عملت ايه؟ دي اخر حاجه تلاقي الدكتور عملها في المحاضره هي الايه اوف ار اللي انت حافظها، الاي اوف زد انت عارف ان هو ريكت، فانا هجيب له فورير ترانسفورم واعوض اجيب الاي ار اوف زد اهي، الايه كمتجه في اتجاه الزد، هحول من الاكس واي وزد للار والثيتا وفاي،
بعد ما اجيب الايه اعرف اجيب الاتش من المعادله دي واعرف اجيب الاي من المعادله دي. يبقى كل اللي انا عملته ده كل الاثبات الطويل ده هو الهدف منه ايجاد الاي والاتش. دايما اول نوع اي نوع هتاخده اول محاضره هتاخدها هتمشي نفس الخطوات دي بالظبط علشان اجيب الاي والاتش. هي هكتب نفس المعادله دي واجيب الفورير ترانسفورم وبعدين احول وبعدين اجيب الاتش وبعدين اجيب الاي. خلاص اول حاجه بحتاج ان انا اجيبها بجيب الاي والاتش اللي هو عباره عن المجال الكهربي والمجال المغناطيسي زي ما كنا بنعمل الترم اللي فات. اول حاجه بحتاج ان انا اعملها بجيب الاي والاتش. طب وبعدين بعد ما اجيب الاي والاتش احنا الترم اللي فات كنا بنجيب البارامتر. الترم ده هنحتاج نجيب حاجتين. خلاص بتدرس الانتنه بقى فانت عاوز تعرف الانتنه دي بتطلع راديشن عامل ازاي، الباترن اللي طالع من الانتنه ده عامل ازاي. كلمه باترن يعني شكل، كلمه راديشن يعني اشعاع. المفروض ان الانتنه بتطلع الكترومغنيتيك ويف، هي الالكترومغنيتيك الويف اللي طالعه دي شكلها عامل ازاي، يا ترى بتمشي حلقات ولا بتمشي عباره عن مثلا دايره ولا بيضاوي ولا بتمشي ازاي. خلاص طيب الكلام ده طبعا في سنه رابعه هتعملوه عملي في جهاز عندنا في المعمل هيخليكم تشوفوا وترسموا شكل الراديشن بتاع الانتنه. يعني هتركبوا انتوا انتنه وترسموا الاشعاع بتاعك في البرنامج بتاع المجهود عندنا في المعمل. خلاص طيب خلينا دلوقتي في النظري. انت هتشوفوا الكلام ده في سنه رابعه ان شاء الله. يعني دي هوريكم منظر كده دلوقتي هنقوله مع بعض بالشكل ده سواء كان ده ولا ده انتوا هترسموه بايديكم في سنه رابعه الترم الاول. هترسموا انتوا الايت فيجر ده وترسموا السيركت دي بيجي. شوف كده طيب نكمل زي ما كنا. طيب نشوف كده هنا. يبقى انا دلوقتي اول حاجه بحتاج اجيبها اجيب الاي والاتش. بعد كده بحتاج اجيب حاجتين الانتنا بارامترز والانتنا باترن. احنا قلنا كلمة باترن يعني شكل، انتنا باترن يعني شكل الاشعاع اللي طالع من الانتنا، يعني هعمل 3 دي بلوت للراديشن اللي طالع من الانتنا، الانتنا دي بتطلع راديشن، انا عاوز اعرف هو شكله عامل ازاي، فانا هرسمه بس 3 دي. خلاص؟ طيب حاجة كمان الانتنا بارامتر زي الجيم بقى والدايركتيفيتي زي ما هنشوفهم دلوقتي مع بعض. ده المفروض المحاضرة الجاية أو السكشن الجاي. يبقى احنا مطلوب مننا يا شباب حاجتين، أول حاجة قبل الحاجتين دول اول حاجه بعملها اني بجيب الاي والاتش. بمجرد ما اجيب الاي والاتش اجيب الانتنا باترن او الانتنا بارامترز. تمام هيطلب مني في المساله كده هيقول لك اوجد الجين والدايركتيفيتي و و و و والكلام ده كله بلس ارسم الانتنا باترن بتاعتك سواء كان في الاي بلين او الاتش بلين زي ما هنقول ايه يعني ايه دلوقتي الاي بلين والاتش بلين. خلاص احنا كنا عارفين الكلام ده من الترم اللي فات ان كل انتنا لها بارامتر خاصه بيها. هناخدها المحاضرة الجاية إن شاء الله. في الأنتنة باترن بقى أنت عاوز ترسم الأنتنة أو عاوز ترسم هنبدأ ده النهاردة إن شاء الله وقت الأنتنة باترن والمرة الجاية هنتكلم عن الأنتنة برامتر. الأنتنة باترن أنا عاوز أرسم الراديشن اللي خارج من الأنتنة. مش أنت قلت إن الأنتنة دي عبارة عن سلكة أو عبارة عن الدايبول أنتنة بصفة خاصة بمرر فيها تيار موصل بمرر فيه تيار متغير فبيبدأ يطلع لي الكترومغنيتيك ويف تقدر تتنقل من نقطة لنقطة. هاتيلي بقى الالكترومغنيتيك ويف دي اللي انت قلتي لي انها عبارة عن A و H وخلاص جبتيهم. هاتيلي بقى شكل الراديشن اللي طالع ده ارسمهولي شكله عامل ازاي. فبيقول لك احنا ممكن نرسم حاجتين او ممكن نعمل باترن للحاجتين. باترن بتاع الفيلد اللي هو الـ A والـ H انت عاوز ترسم الـ A والـ H ولا عاوز ترسم الباور؟ عاوز ترسم انا عارف انها عبارة عن A و H و B. A و H و B. الـ A والـ H عاوز ترسمهم ولا ترسم الباور اللي بيحصل لها بروباجيشن؟ عشان كده قال لك احنا عندنا حاجتين يا الفيلد انتنستي باتر. كلمة فيلد انتنستي يعني يا الـ A يا الـ H. الكتريك فيلد انتنستي وماجنتيك فيلد انتنستي. الفيلد انتنستي باتر يعني انا عاوز ارسم الـ A والـ H في الفراغ 3 دي بلوت في الفراغ او انت قلت لي ان هو A و H. طب الـ A ده شكله عامل ازاي؟ اكيد مش خط مستقيم ليه رسمه معينه. او الباور دينستي باترن ان انا ارسم الباور افرج. الباور افرج يعني ايه هنقولها دلوقتي بس دي عباره عن الباور اللي بيحصل لها بروباجيشن في خلال الالكترومغنيتيك ويف بتاعتي. خلاص طيب نبدا بالفيلد انتنستي باترن. عاوز ارسم الاي والاتش. هيبدا هنا بقى يقول لك هترسم الاي ولا الاتش. لو
لو هترسم الإيه هنسميها إيه بلين، كلمة بلين يعني مستوى، ولو هترسم الإتش هتسميها إتش بلين. ليه أقسمهم الاتنين؟ ما أنا مش هقدر أرسم كده يا شباب، أنا كطالب أنا برسم بإيدي، أنا مش بتلاب، أنا مش هقدر أرسم الإي والإتش والبي مع بعض وكل واحد أحط رسمته. يعني أنت لو شفتها في المحاضرة، سوري المحاضرة إيه؟ لو شفتها في المحاضرة هتلاقي بالماتلاب يعني انت هيرسم الثلاثة مع بعض على ما تنزل. بس بص كده معايا، يعني هو هنا بالماتلاب يعني مثلا حاجة زي كده، كده مش واضحة أوي برضه أهي. الرسومات دي مرسومة بالماتلاب، انا بقى كواحد في امتحان انا مش عارف ارسم الكلام ده بالماتلاب. على فكره دي انت ترسموها بايدي السنه دي والسنه الجايه هترسموها بايدي. الحاجات دي مش صعبه، الحاجات دي لها اسلوب معين بتترسم بيه اهي. انا بس عايزه اجيب لكم الحاجه اللي انا بتكلم عنها بالظبط. اهو منظر زي ده كده، منظر زي ده كده بالنسبه لي هل ادر باترن على فكره اللي خارج من الدايبول انتنا او حاجه زي دي انا هعرف ارسمها في الفراغ اكس واي وزد؟ قال لك لا، احنا هنرسمها نبص لها من اتجاهات، يعني نبص لها مره من الاي بلين ونبص لها مره من الاتش بلين. بمعنى ايه؟ انت قلت لي ان الموجه عباره عن اي واتش، اهي عباره عن اي واتش، واتجاه الموجه اللي هو البي عمودي عليهم هما الاثنين. فانا مره هبص لها من على الاي ومره هبص لها من على الاتش، يبقى هما الاثنين مع بعض بيكملوا ال 3 دي بلوت. بدل ما انا ارسمها 3 دي مره واحده، انا هرسم الاي بلين اللي هو 2 دي والاتش بلين اللي هو 2 دي، يبقى هما الاثنين مع بعض هيديني الرسمه اللي هي ال 3 دي اللي هي بالشكل ده. دي الرسمه اللي تهمني، هي دي اللي هي الرسمه دي بالظبط. انا مش هعرف ارسم الرسمه دي، وهعرفك ازاي دي هتطلع كده. طيب فقال لك الاي بلين هو المستوى اللي بيجمع الاي مع اتجاه انتشار الموجه، اللي هو ده المستوى اللي بيجمع الاي مع اتجاه انتشار الموجه، والاتش بلين هو المستوى اللي بيجمع الاتش مع اتجاه انتشار الموجه. فلما نبقى الاثنين دولت مع بعض يبقى انا كده كملت الرسمه كلها. يبقى الاي بلين اهو والاتش بلين اهو، هو المستوى اللي بيجمع الاي مع اتجاه انتشار الموجه. وخلي بالك ان هو بلين، وهنا انا عاوز ارسم المستوى اللي بيجمع الاتش مع اتجاه انتشار الموجه. فانا هرسم الاي مع البي مره وهرسم الاتش مع البي مره، يبقى هو كده مع بعض الاثنين بنسميهم الفيلد انتنسيتي باترن اللي هو ال 3 دي بلوت. تمام كده؟ قبل ما ابدا، معلش كده دكتور الرصاص هبهدل قوي. قبل ما ابدا، طب لو انا بقول لك هنا، لو انا هتكلم على الدايبول انتنا يعني ايه اي بلين ويعني ايه اتش بلين؟ قلت لي ان الاي بلين ده تعريف اهوت، هو المستوى اللي بيجمع اتجاه انتشار الموجه مع البي، وعلى فكره ده مع الاي ده ثابت على طول. مع الاتش بلين هو المستوى اللي بيجمع اتجاه انتشار الموجه مع الاتش، وده ثابت على طول في كل الانواع. خلاص؟ بالنسبه للدايبول انتنا بقى، ده حاله خاصه ان الاي بلين والاتش بلين بتوع احنا بنعرفهم بحاجه سهله قوي. الاي بلين هو المستوى اللي بيظهر فيه الانتنا بطوله الحقيقي. يعني لما اجي ابص للانتن هشوفها زي ما هي، عباره عن سلكين كده قد بعض. انما الاتش بلين هو المستوى اللي بيظهر فيه الانتن كنقطه. ازاي؟ حاول بس اشوف لكم رسمه هنا للدايبول. بصوا كده، ده انا اكس واي وزد. الانتنه بتاعتي اهي اللي عباره عن اللون الاخضر ده موضوعه على محور زد. كده بص لها كده في اتجاه الاكس زد. لو انا بصيت لها في اتجاه الاكس زد هلاقي ان انا شايف الانتنه بتاعتي طولها الطبيعي. خلي بالك انت مش بتبص على الربع بس، انت بتبص على الربع كله، يعني الاكس زد كله، البلين كله، اكس زد موجب وسالب كله. تمام؟ دي شريحه واقفه بالطول. فبالنسبه للاكس زد لما اجي ابص كده هلاقي الانتنه بتاعتي انا شايفها بمنظرها الطبيعي قوي. طب لو انا بصيت في الواي زد، واي زد، هلاقي برضو ان انا شايف الانتنه بطولها الطبيعي اهي زي ما هي موضوعه انا شفتها. ليه؟ عشان محور زد هي موجود، هي موجوده على محور زد، وطالما زد موجود معاك يبقى انت هتشوفها بطولها الطبيعي. طب بص بقى للشكل اللي قدامك ده،
من محور، ما عملش من بلين اكس واي، بص على الانتنه من البلين اللي اسمه اكس واي. لو انا بصيت لها من فوق هبص على الدايبول ده، هبص على الدايبول ده من فوق على اكس واي، المفروض ان انا برسم الزد بليه، برسم ال 3 دي بقى، يعني هبص عليها من 3 مستويات. فلما اجي ابص من فوق هلاقي ان الدايبول انتنه ده بالنسبه لي نقطه، نقطه هنا كده عند ايه؟ عند نقطه الاورجن. يبقى تاني لو الدايبول انتنه موضوعه في الفراغ فانا هقدر اشوفها من 3 مستويات، مستوى اكس زد وواي زد واكس واي. فتعالى نشوفها لو هي موضوعه على محور زد، يبقى ساعتها هشوفها في اكس زد وواي زد بطولها الطبيعي، عشان كده بنسميه الاي بلين، بنشوفها بطولها الطبيعي اللي هو الاي بلين. خلاص. ولو انا بصيت عليها في محور في بلين اكس واي هبص من فوق هلاقيها انها عباره عن نقطه، يبقى هو ده الاتش بلين. يبقى هتلاقي دايما في مستويين مع بعض وفي مستوى لوحده، واحد هيبقى الاي بلين واحد هيبقى الاتش ايه بلين. يبقى انا كده رسمت ال 3 دي بلوك، الثلاث مستويات دولت لو ادمجتهم مع بعض. طب نكمل، ليه بتقولي نقطه وليه بتقولي كده؟ هنقوله دلوقتي. خلاص كده يا شباب. يبقى تاني كده لو بتتكلمي على الدايبول انتنا فده سبيشال كيس، التعامل معاه اسهل شويه من كل الانواع. ان في الاي بلين هو المستوى اللي بيظهر بطوله الطبيعي، والاتش بلين هو المستوى اللي بيظهر فيه كنقطه. رسمها هنا اهوت، ادي اكس واي وزد، المستوى اللي اسمه اكس زد هلاقي الانتنه ظاهره بطولها الطبيعي، المستوى اللي اسمه واي زد هلاقي الانتنه ظاهره بطولها الطبيعي. علشان كده اسمي الاكس زد والواي زد بلين هما الاي بلين. طيب المستوى اللي اسمه اكس واي بقى، انا لما اجي ابص على اكس واي هبص عليه من فوق، زد مش موجود، فبالنسبه لي الانتنه كانها نقطه، هرسمها عند نقطه في نقطه الاصل كده اهي. اكس واي بلين هو بالنسبه لي الاتش. برضو هنا بقول لك سريعا يعني ايه ار وثيتا وفاي. الاحداثات البولر لو تفتكرها كان عباره عن الار ده النقطه، البعد عن نقطه الاصل، البعد اللي هو نص قطر الكره. الاحداثات البولر هي الاحداثات الكرويه او السفيركال. الار هو نص قطر الكره او البعد عن نقطه الاصل. الثيتا هي الزاويه مع محور زد. الفاي هي الزاويه مع محور اكس. طب انا بعرف الكلام ده ليه؟ علشان هيفرق معايا المستويات ديت كل واحد زاويته كام. فبص معايا كده، لو بتتكلمي على المحور اللي اسمه اكس واي، او معلش على البلين اللي اسمه اكس واي، البلين اللي اسمه اكس واي الثيتا بتاعته بكام؟ ها هي هدى، هدى 90 ماشي يا مصطفى. لو بتكلم على اكس واي تمام، هو المفروض ان الثيتا مع محور زد، فزد عمودي عليهم يبقى الثيتا ب 90 تمام. طب لو انا بتكلم على المحور اللي اسمه اكس زد وواي زد، اكس زد واي زد، عاوز اجيب الفاي، الفاي بكام يا مصطفى؟ اكس زد واي زد، البلين ده هي الفاي مع محور مين؟ مع محور اكس. طب اكس زد الفاي بتاعته بكام؟ صفر تمام. واي زد 90 يا اما الحاجات اللي انا بقولها دي تحفظها دولت، يا تحفظها يا تعملها كده وتفهمها. انا بالنسبه لي كنت بعمل الرسمه دي في الامتحان على طول، احطها فوق واقوم راسم الثيتا والفاي عليهم بسرعه كده، يا تحفظها يا تفهمها. ليه؟ علشان دي هي اللي هتحل لك المساله. ان انا احط الثيتا 90 او الفاي بالصفر ده اللي هيحل معاك المساله. خلاص يا شباب. يبقى لما اقول اكس واي بلين، اكس واي بلين يبقى الثيتا 90. هل جبت صيغه الفاي هنا في حاجه؟ لا، الفاي هنا تقدر تاخد لفتها عادي، تاخد من صفر ل 360 درجه عادي، ما عنديش مشكله. انما لما اتكلم على الاكس زد بلين، لا هنا الفاي بالصفر، الواي زد بلين، الواي زد يعني الاكس عمودي عليه، فتبقى الفاي بتاعتي 90 اللي هي الزاويه مع محور اكس، واي زد الاكس عمودي عليه، يبقى الفاي بتاعتي 90. الكلام ده بس احنا بنراجع سريعا على الاحداثيات البولر عشان هي اللي تفرق معايا في النسبتات، تفرق معايا في المساله كمان. تعالى بقى نشوف الحاله بتاعتنا. احنا كل اللي احنا عرفناه من اللي فات ده كله ان الاي بلين هو المستوى اللي بيجمع اتجاه انتشار الموجه مع الاي، الاتش بلين
هو المستوى اللي بيجمع اتجاه انتشار الموجة بس مع الـ H. هتلاقي واحد فيهم واخد مستويين XY و XZ أو XY أو XZ و YZ، وتلاقي التاني واخد الـ XY لوحده. خلاص يبقى انا كده رسمت ال 3D بلوت. لما ارسم الـ A بلين والـ H بلين هما الاتنين مع بعض بيكملوا الـ 3D بلوت. طيب قلت لي حالة خاصة لو بتتكلمي على الدايبول أنتنة، فأنا هبص على هو باين فين بطوله الحقيقي وباين فين كنقطة. المستوى اللي هيبان فيه بطوله الحقيقي هو ده الإي بلين، والمستوى اللي هيبان فيه كنقطة هو ده الإتش بلين. خلاص تعالى بقى نحل المسألة بتاعتنا على الانفيتيزمال دايبول. أنت كده فهمتيني الدايبول بصفة عامة، أنا عاوز آخد نوع نوع بقى. الانفيتيزمال دايبول اللي إحنا شغالين عليه دلوقتي، اللي انا قلنا عليه ان الدلتا ال بتاعتي اصغر من لمضة عالمية، الاي سيتا اللي طالعه معايا اهي، اخر حاجه طلعت معايا اهي الاي سيتا طالعه معايا، دي اللي تتحفظ بقى، هي دي اللي هرسم بيها الباتر. طالما برسم الفيلد باتر يبقى انا هرسم بالاي سيتا. هو طالع معايا كده في الاثبات بتاع المحاضره، اي نوت دلتا ال على 4 باي جي اوميجا ميو اي اس سالب جي بيتا ار على ار ساين سيتا. علشان ترسم بناخد المعيار، فانا لما اجي اخد معيار الكلام اللي قدامي ده هلاقي عندي جي هنا وايه اس سالب جي بيتا ار هنا، ده فين؟ لما اخد المعيار بتاعه بواحد، ده مش موجود اهو ايماجينري، انا عاوز اخد المعيار. فانا هاخد الجزء الموجب ده اللي هو اي نود دلتا ال على 4 باي في ميو على ار ساين سيتا، هسمي كل العك ده كل اللي هو اي نود في دلتا ال على 4 باي في ميو على ار هسميه اي نود، والساين سيتا زي ما هي. لما بنيجي نرسم انا ببقى عاوز اصغر السكيل شويه، يعني انا ممكن ارسم الارقام بتاعتي 1 10 1 10 20 100، بس الاقي الرسمه بتاعتي كبيره قوي وخرجت بره السكيل. فانا علشان اصغر الرسمه بتاعتي شويه وادخلها جوه الورقه، بدل ما ارسم من 1 ل 100 اعمل لها سكيلنج وارسم من 1 ل 10. بدل ما ارسم من 1 ل 100 انا ممكن اعمل ارسم الرسمه كلها على 10 مثلا، فبدل ما ارسم من 1 ل 10 ل 100 ممكن ارسم من 1 على 10 ل 10، هتديك نفس الرسمه بالظبط. انا كده صغرت الرسمه، عملت سكيلنج للرسمه. فبدل ما ارسم الاي سيتا هي عباره عن اي نوت ساين سيتا، انت متخيل معايا تبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره مثلا لو الاي نوت 100 تبقى 100 في ساين سيتا، 100 في 1، 100 في نص، 100 في ربع، 100 في 100 وهكذا، هلاقي رقم كبير قوي. فعلشان اصغر الرسمه بتاعتنا شويه بنعمل حاجه اسمها نورمالايز، تقسم، بعمل سكيلنج للرسمه. الاي سيتا دي كلها المعيار هقسمه كله على مقدار ثابت. وغالبا النورماليزيشن لما بيجوا يعملوه بياخدوا الماكسيمم فاليو. انا ممكن اعمل نورماليزيشن باي رقم على فكره، يعني انا مثلا بدل ما ارسم الرسمه بتاعتي من 1 ل 100 في واحد يقول لك انا هعمل لها سكيلنج 10، يعني من 1 على 10 ل 100 على 10 تبقى من 1 على 10 ل 10، هتديك نفس الرسمه بس مصغره شويه. واحد تاني يقول لك لا انا هعمل سكيلنج مثلا 20، هعمل سكيلنج 30، واحد يقول لك لا انا هعمل سكيلنج 100 اللي هو الماكسيمم فاليو. شوف الماكسيمم فاليو كام واقسم الرسمه كلها عليها. فانا عارف ان الاي سيتا هنا الماكسيمم فاليو بتاعته هي عباره عن اي نوت، فانا هقول اي نوت ساين سيتا على اي نوت، يبقى انا كده عملت لها النورماليزيشن. كلمه نورماليزيشن يعني بصغرها شويه، بصغر السكيل بتاعها شويه. فكلمه ان انا اقسم على حاجه ديت، هما قالوا احسن حاجه ممكن نعملها ان احنا نقسم على الماكسيمم فاليو عشان يبقى كلنا اولا واحد، ثانيا هي احسن حاجه بتطلع نواتج، كمان هتخلي الماكسيمم فاليو بواحد. لما اقسم اي نوت ساين سيتا على اي نوت هتروح الاي نوت مع الاي نوت، هيتفضل لي ساين سيتا بس، يبقى انا كده ضامن ان الماجنيتيود بتاعي يوم ما يتنطط يبقى ماكسيمم بواحد. يبقى انا كده ضامن وانا برسم ان الرسمه بتاعتي مش هتعدي واحد، هي صحيح هتصغر قوي بس مش هتعدي واحد، يعني الساين سيتا ده مهما يكبر هو في الاخر هيبقى ايه؟ عباره عن امبليتيود، ده يبقى بواحد. يبقى تاني يا شباب علشان ارسم محتاج اجيب الايه؟ علشان احسب الاي بيتا، او معلش عشان ارسم الفيلد باترن، الباترن بتاع الفيلد محتاج اجيب الاي سيتا نورماليزد. فانا هحفظ القانون بتاع الاي سيتا، هجيب من المعيار، هجيب النورماليزيشن، كده انا جاهز للرسم. انا الساين سيتا اهي، عاوز ارسم الساين سيتا، المفروض ان انا عارف ان الاي هو عباره عن ساين في الفراغ، كل ما السيتا تتغير كل ما الساين سيتا تتغير، كل ما الاي بتاعي هيتغير، هو ماشي في الفراغ على صوره ساين سيتا. انا عاوز ابص على الساين سيتا دي بقى من مستويات مختلفه، مره هبص عليها من الاي بلين
هيت، ومره هبص عليه من الاتش بلين، عاوز ارسم الباترن اللي باين في الايد لين والباترن اللي باين في الاتش بلين. فانا قلت لك قبل كده طالما انت شغال دايبول يبقى الايد لين هو الطول اللي، معلش، هو المستوى اللي يظهر بيه الطول الحقيقي. الطول الحقيقي هنا، انما الاتش بلين هو نقطه. وخلي بالك الكلام ده من السنه دي للسنه الجايه، انت هتاخد السنه الجايه حاجه اسمها الانتنه اري، هو خلاص اللي هو هتخش بقى في الموضوع اعقد شويه، اللي هو ده سمارت انتنه. خلاص الدايبول بتاعك خليك دايما فاكر كده، الاي بلين بيظهر بطول الحقيقي، في الاتش بلين بيظهر كنقطه. اهو انا الدايبول بتاعي محطوط اهو، فين المستوى اللي هيظهر بطول الحقيقي؟ طالما هو موضوع على زد، خليك ذكي، طالما الموضوع على زد ده اكس زد وواي زد، طالما الزد موجوده يبقى هو هيظهر بطول الحقيقي. انا عامله لك هنا اهوت اكس زد واي زد، الخط ده انا عامله لك عشان اقول لك ان الدايره اهي وده زد هنا. خلاص، والمفروض ان انت عارف بقى تعرفها تحفظها، الاكس زد الفاي بصفر والواي زد الفاي ب 90. اهي الاكس زد الفاي زي مع محور اكس، الفاي بتاعته بصفر، والواي زد اللي هو عمودي على محور اكس يبقى الفاي بتاعته ب 90. لكن الثيتا هتاخد دورتها عادي جدا من صفر ل 360، لانك انت بتتكلم مع محور زد اهو، انت واقف حوالين محور زد، فانا ممكن الف حوالين محور زد ده اللي هي الثيتا 360 درجه، ما عنديش اي مشكله. خلاص الثيتا بتلف 360 درجه. طيب الاتش بلين بقى المستوى اللي بيظهر فيه كنقطه، امتى ده يظهر كنقطه؟ بص له من فوق، لو بصيت له من فوق كده اللي هو الغي المحور اللي هو واقف عليه، ساعتها يبقى انا بتكلم على الاكس واي، يبقى الزد بالنسبه لي نقطه، يبقى الدايبول بالنسبه لي نقطه على محور الاصل، على نقطه الاصل، يبقى الاكس واي بلين هو الاتش بلين. بس خلي بالك ان المستوى ده السيتا بتاعته هي اللي ب 90، لان السيتا هي الزاويه مع محور زد، الزاويه مع محور زد في الاكس واي ب 90، والفاي تاخد لفتها عادي من صفر ل 360. ليه؟ لان الفاي هي الزاويه مع محور اكس، محور اكس اصلا موجود معاك اهو، فانا ممكن الف عادي حوالين محور اكس 360 درجه. وصلت؟ فمن الاخر كده لو انت بترسم الاي بلين فانا هرسم مع زد، ولو انا برسم الاتش بلين فانا برسم مع فاي، برسم الار مع ثيتا وبرسم الار مع فاي، يبقى انا كده رسمت ال 3 دي بلوت. خلاص؟ ده هنا مثبت الفاي وبيرسم مع ثيتا، هنا مثبت الثيتا وبيرسم مع الفاي. يبقى انا كده برسم مع الثيتا والفاي لو جمعت الاثنين مع بعض اللي هو ال 3 دي بلوت، الاي بلين مع الاتش بلين هما الاثنين مع بعض هو ال 3 دي بلوت. خلاص؟ عاوز ارسم بقى الكلام ده. انت قلت لي هنا الفاي بصفر والفاي ب 90، وهنا قلت لي ان الثيتا ب 90، عاوزين نعوض بقى بالكلام ده. جيت اعوض يا شباب، جيت اعوض لقيت الفاي اصلا مش موجوده، ان دي ثيتا هي بتساوي ساين ثيتا، الفاي اصلا مش موجوده. خلي بالك المساله دي لكن في حاجات تانية، في انواع تانية من الانتنة هتلاقي الفاي موجوده، هنا في مسائل في الامتحان هتلاقي الفاي موجوده، يبقى ساعتها احط الفاي بصفر او الفاي ب 90. هنا مفيش فاي في في القانون بتاعي، هي ثيتا بس، والثيتا بتتغير من صفر ل 360، فبناء عليه الاي ثيتا بيتغير. فانا كل اللي انا هعمله ان انا هرسم، هغير الثيتا وارسم الاي، هحط ثيتا مثلا بصفر واشوف الاي ثيتا بكام، ثيتا ب 45 واشوف الاي ثيتا بكام وارسم. نعملها مع بعض كده يا شباب، علشان ارسم برسم الامبليتيود او الماجنتيود نورمالايزد، هو بيساوي ساين ثيتا، وحط الثيتا بصفر ساين صفر، حط الثيتا بصفر ساين صفر بايه؟ بصفر. حط الثيتا ب 45 ساين 45 واحد على جذر 2، 90 طلعت بواحد، 180 طلعت بصفر، 270 طلعت بسالب واحد، 360 طلعت بصفر. عاوز ارسم الكلام ده، عاوز ارسم الكلام ده، ارسمه ازاي؟ بص كده معايا، انت قلت لي ان الاي بلين بالنسبه لك هو يا اكس زد يا واي زد، فهثبت الزد اهو، وده بالنسبه لي يا اكس يا واي. انا عاوز ارسم الاي بلين، ده بالنسبه لي اهو ده الزد وده الاكس او واي، يبقى الاكس زد او الواي زد واحد، هما الاثنين بنسميهم الاي بلين، الانتنه بتظهر بطولها الطبيعي، علشان كده رسمت الانتنه واقفه على محور زد زي ما هي. نبدا نرسم بقى،
اول حاجه عند الزد، عند الثيتا بصفر، خلي بالك كده الثيتا بتاعتي اهي مع محور زد، هتاخد 360 درجه في الاربع ارباع. فانا حاليا في نقطه الاصل اهو عند الثيتا بصفر اللي واقف على المحور، طالع الايه بكام؟ صفر. يبقى انا كده هاخد نقطه الاصل. بعد كده الثيتا ب 45، اللي هي دي النقطه دي كده، الثيتا ب 45 اللي هي الثيتا مع محور زد، خط مستقيم اعمله لي كده 45. طلعت الساينس اللي طلع الامبليتيود بتاعي بواحد على جذر 2 اهو، اللي هي النقطه دي. ممكن ازودها لكم تاني، انا برسم الرسمه اللي قدامي دي اللي هو التيبل اللي قدامي ده، انا برسمه هنا. بعد كده لما الثيتا 90 اهو، الثيتا 90 اللي هو الخط ده، خط مستقيم اللي اسمه اكس او واي، اللي هو الزاويه مع محور زد 90، طلع عندها بواحد اهو. بعد كده لما 180 طالعه بصفر، 180 اهو اللي هي الحته الخط المستقيم ده اللي هو ده، الزاويه مع محور زد ب 180، طالع عندها بصفر تاني. بعد كده طلع بسالب واحد، بعد كده طلع بصفر تاني، تعيد نفسها تاني، تفضل تعيد نفسها بالشكل ده اهو، صفر واحد على جذر 2 واحد، سالب واحد على جذر 2 صفر، سالب واحد صفر واحد صفر، سالب واحد صفر، وتلف بالشكل اللي انت شايفه ده. بيسمي الرسمه ديت لو انت عدلتها بيسميها 8 فيجر، 8 فيجر فعلا شكل الايه تاني. طب بس هي رايبه طبعا، ساعات بتطلع معانا واقفه، بنسميها 8 فيجر. هو ده الايه بلين. خلاص، معناها ان كل ما الثيتا تتغير من 0 ل 360، الامبليتيود بتاع الاي ثيتا بتاعي هيتغير في الاي بلين اللي هو الاكس زد بلين او الواي زد بلين. هو الاي ثيتا عباره عن ساين ثيتا، فلو انا جيت ابص للاي بلين اللي هو عباره عن اكس زد بلين او الواي زد بلين، لو جيت ابص له من يم محور اكس زد او يم واي زد، هشوف الشكل ده قدامي، هشوف 8 فيجر. خلاص، بالنسبه للمحاضره، حد شايف الايت فيجر هنا؟ طبعا احنا والله احنا قبل كده ما كناش بنشوف الاشكال الكويسه دي يعني. انتوا يعني ايه؟ ثواني. الايت فيجر اهو، حد شايف الايت فيجر هنا يا شباب؟ هو طبعا ده مش انتنه، مش دي مش دايبول انتنه، شايفين الرسمه دي كده؟ بصوا لها كده، شايفين ده؟ الرسمه دي كده دايبول انتنة، بيبقى في زيها كمان تحت، في واحده كمان زيها بالظبط تحت تيبيكال. فانا لما اشوفها اشوفها كانها عامله زي الايد بالظبط اهو، واحد فوق وواحد تحت، واحد من فوق كده واحد من تحت. ده هو عباره عن واحد بس. امال ايه الحاجات اللي ظاهره ديت؟ ما هو الباترن لما بيطلع مش بيطلع واحد بس، بيطلع واحد اسمه الاساسي وواحد حاجات اللي هي الثانويه اللي هو المين والسايدز، المين لوب والسايد لوب. كلمة لوب يعني اللي هو ده بالنسبة لي يعتبر لوب اللي هو خارج من الأنتنة يعني. فده بالنسبة لي هو المين لوب، وده بالنسبة لي هم السايدز لوب. ليه بالظبط؟ لما بتيجي تعمل فورير ترانسفورم، عندي واحد اسمه فاندمنتال وعندي حاجة اسمها هارمونكس. الهارمونكس دي بالنسبة لي ما بيبقاش شايلة امبليتود كتير، لكن بتطلع مع المين، مع الفاندمنتال هارمونيك. هو ده المين لوب اللي هو شايل معظم الباور، وده بالنسبه للسايد لوبس اللي انا بسميها زي بالظبط في فريش ترانسفورم اللي هي الهارمونكس. خلاص، حد عنده سؤال كده؟ حد عنده سؤال لحد هنا يا شباب؟ حد عنده سؤال لحد هنا؟ ها، كم واحد معايا؟ طيب خلاص قربنا نخلص، كم واحد معايا كده؟ ارفعوا هاند كده. عارف باقي الناس فين؟ طيب تمام. طيب انا هوديكم بس رسمه انا افتكرتها دلوقتي اللي هي بتاعه الدايبول. طب انا اشوف فين يا ناس، اشوفها كده مش موجودة هنا، هوريها لكم بالظبط، بس هي زي اللي موجودة في المحاضرة زي ما انتم شايفينها كده، ولكن من فوق ومن تحت. شايفين الشكل ده كده؟ من فوق
ومن تحت واحد زي بالظبط. فانا بالنسبه لي شايفها كانها ايد، ده المين لوب. انا بتكلم عن المين لوب دلوقتي، اللي في الجنب ده بنسميها سايد لوبس، خلاص اللي زي الهارمونكس الموجود في النيو ترانسفورمر بالظبط. تمام. طبعا الرسمه دي في الفراغ، لما اجي ارسم بقى الاي بلين هبص لها كده. بصوا اهي يا شباب، شايفين الرسمه دي كده؟ هبص لها مره كده، هبص لها مره الناحيه دي، مره الناحيه دي، مره من فوق. فلما اجي ابص لها الناحيه دي كده اشوفها كانها منظر ايد كده. سيبك من السايد لوبز اللي في الجنب دي دلوقتي، كده كده ندرسها بالتفصيل. انا بتكلم على المين لوب دلوقتي اللي هو ده. بصوا كده معايا اهو، كان ايد فوق وايد تحت، هو ده المين لوب بتاعي لو انا بصيت له كده، في سواء كان في الاكس زد او الواي زد. لو بصيت لها هتلاقي نفسك شايف الايد فيجر فوق وتحت. طب كده بص لها في اكس واي كده، جرب تبص للرسمه للباترن اللي طالع من الدايبول انتنا في الاكس واي. طبعا الباترن ده يا شباب مش احنا اللي بنعمله، احنا بنحط الانتنا ونرسم الباترن بتاعها. عندنا جهاز في المعمل بيعمل كده، الساعه 4 تعملوه بايدي، هتركبوا انتنا ترسموا الراديشن بتاعها وتطلعوا حاجات كده فعلا. خلاص بص كده للمستوى بتاع الباترن ده في الاكس زد. انا لما ابص لها من فوق في مستوى الاكس زد، فانا هشوف اللي قدامي ده على انه دايره ثابته، مش هشوف اكتر من كده. لو انا بصيت لها في الاكس زد بلين هشوف الدايره اللي فوق دي، شايف الحته اللي هي الحمراء دي اللي فوق، هشوفها تحت على انها دايره ثابته، نص قطرها ثابت. عاوزين نشوف الكلام ده بالرياضه كده. احنا مطلعين ان الاي ثيتا بيساوي اهو، وايه اللي الثيتا 90؟ لان الاكس واي بلين، الاكس واي بلين هو المستوى اللي موجود تحت، فالثيتا بتاعتي بكام؟ الثيتا بتاعتي 90. فساين 90 بواحد اللي هو المستوى اللي اسمه اكس واي، لما عوضت عن ال 90 طبعا هنا ظاهر معايا الثيتا اهي، فعوضت عنها برقم ثابت. ساين 90 بواحد. الفاي بقى بتاعتي بتتغير من 0 ل 360، يبقى انا مثبت الثيتا وبغير الفاي. هناك كنت مثبت الفاي وبغير في الثيتا. خلاص؟ فعشان ما كانش عندي فاي اعوض فيها خلاص مفيش مشكله، انما هنا انا عندي الثيتا اعوض فيها ايه؟ فحطيت الثيتا 90 طلع الساين 90 بواحد. ساين 90 بيساوي واحد، يعني معنى كده ان الاي اوف ثيتا ثابت. ثواني. ماشي يا شباب معاكم؟ فأنا هنا هعوض عن الثيتا 90، يبقى هنا ساين 90 بواحد. فمعنى كده إن الإي ثيتا واحد، مهما تتغير الفاي بتاعتي من 0 ل 360 في المستوى ده اللي هو اسمه إكس واي. فلما جينا نرسمه أهو، أنا الإكس واي بلين أهوت. الدايبول أنتنا فين؟ هي دي الحتة الصغيرة دي، النقطة دي، ولازم تعملها نقطة وتشاور عليها وتقول إن هي دي الأنتنا. انا لو بصيت لها من فوق هشوفها نقطه اهي يا شباب كده، بصوا في المستوى ده اهي. لو انا بصيت لها في اكس واي بلين، انا ببص من فوق من عند محور زد هشوف الدايبول بتاعتي كانها نقطه، وكمان هشوف الباترن اللي هو ايد فيجر ده هشوفه من فوق على انه نقطه، هشوفه على انه دايره. علشان كده هو ثابت اهو، دايره ثابته، الباترن بتاعي ثابت مهما تتغير الفاي. وجبناها بالرياضه اهوت، لما عوضت عن الثيتا 90 طلع ان الساين 90 بواحد. معنى كده ان الاي ثيتا الامبليتيود بتاع او الماجنتيود بتاع الاي ثيتا ثابت على واحد مهما تتغير الفاي. اهو محور اكس، غير في الفاي زي ما انت عاوز، فاي بصفر، فاي بواحد، فاي باثنين، وهكذا لحد ما توصل 360 درجه. كده كده الماجنتيود بتاع ايه؟ ثابت، لان اصلا مفيش فاي في القلب. خلاص؟ يبقى انا كده عرفت ان الاي باتر الاي بلين طالع على انه ايد فيجر، والاتش بلين طالع على انه ايه؟ سيركل. ده هو الاي بلين، ده هو الاتش بلين. سريعا، الاي بلين هو المستوى اللي بيظهر فيه الانتنا بطوله الحقيقي، ده تعريف عام. الاتش بلين هو المستوى اللي بيظهر فيه، معلش انا اسفه، ده تعريف خاص بالدايبول انتنا.
هو المستوى اللي بيظهر فيه كنقطه، ده الاي بلين والاتش بلين. خلاص طالما ظهر بطوله الحقيقي هيبقى الخارج بتاعك هو عباره عن اي فيجر، الباترن بتاعك عباره عن اي فيجر، وطالما ظهر كنقطه يبقى الخارج بتاعك او الباترن بتاعك هيبقى عباره عن دايره. في الكلام ده يا شباب؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ مشكله في الكلام ده؟ مش حد بينط؟ لا تمام. طيب نكمل كده. هيطلب منك في المساله حاجه اسمها الهاف باور بيم ويدث، وهيطلب منك حاجه اسمها النال تو نال بيم ويدث. دول مساله، دول حاجتين كده احنا بنجيبهم بثواني في الامتحان، ما فيش وقت احنا بس عشان هنا شرحين. بيقول لك عاوز الهاف باور بيم ويدث والنال تو نال بيم ويدث. ايه بقى الهاف باور بيم ويدث؟ فاكرين الفلتر؟ مش كان عندنا حاجة اسمها الاف كات اوف اللي عنده الواحد على جذر 2 من الماكسيموم فاليو؟ اربطوا معايا بقى الحتة دي عشان لو ما اتفهمتش خلاص، بس ركز معايا. فاكرين الفلتر عند الاف كات اوف هو يعني ايه تعريف الاف كات اوف؟ يعني ايه تعريف الاف كات اوف يا شباب؟ شغل الكورس تاني يعني؟ الاف كات اوف في الريكوايرز بتاع الفلتر اللي هو الهاي باس فلتر او اللو باس فلتر، لما تيجي ترسم الرسمه بتاعتك كانت بتبقى ثابته وفجاه بتنزل. الاف كات اوف ده هو ايه؟ هو عباره عن التردد اللي الباور عنده بتقل من النص او تبقى واحد على جذر 2 من الماكسيمم فاليو. طب الباند ويدز بكام؟ ما انا باخد لحد الاف سي بس، لو انا بتكلم عن اللو باس فلتر هو من صفر لحد الاف سي، بعد كده هتلاقي الامبليتود بتاعك قل قوي، ما بقاش ليه لازمه، هي زي الهارمونكس بالظبط. ما بقاش ليه لازمه، فانت كفايه تاخد عليك من الصفر لحد الاف في السي. طب انا هنا اعمل ايه؟ نفس الكلام بالظبط يا شباب، نفس نفس الفكره. اهي. انت دلوقتي بتقولي لي ان الباور بتاعتي جايه. هنا عماله تزيد تزيد تزيد، معلش عماله تزيد اهي، زادت ورجعت قلت تاني. فده بالنسبه لي شايفين كده؟ ده بالنسبه لي قليل قوي، ده بالنسبه لي قليل قوي. فكرة هنا كلمة الهاف باور بيم ويدث هو عبارة عن الباند ويدث أو الزاوية اللي عنده الباور بتقل للنص. هل أنا علشان أنقل الموجة بتاعتي أو علشان أعمل راديشن للباترن بتاعي ده هنقل كل ده زي الفورير ترانسفورم أو فورير سيريس كده، أنا هنقل الفاندمنتال وكل الهارمونكس؟ لا طبعا، أنا باخد الفاندمنتال بس لأنها شايلة معظم الباور، أو ممكن آخد معاها شوية هارمونكس لأن هي شايلة معظم الباور. نفس الكلام هنا بالظبط، انا اكيد مش هعمل انقل كل ده، انا ممكن انقل الحته اللي هي ايه نسميها الهاف باور بيم ويدث. كلمه بيم ويدث يعني عرض الشعاع اللي هي زي الباند ويدث هناك في الـ في الـ في السيركت. لو انا بتكلم عن الباند ويدث هنا بنسميها بيم ويدث لان دلوقتي بتكلم عن راديشن يعني اشعه، فالشعاع بتاعي ده ليه بيم ويدث يعني عرض الشعاع بتاعي اخده قد ايه. فقال لك هناخده عند واحد على جذر 2 من الماكسيمم فاليو. فالهاف باور بيم ويدث هي عباره عن الزاويه اللي عندها الباور بتقل للنص، والناس تركز في الحته دي كويس، الباور بتقل للنص يعني ده بس شويه دول بس شايلين نص الباور والباقي بتوزع على اللي هو بالنسبه لي كانه السايد لوبس او الهارمونيك في فريم ترانسفورم، او الاي لوحده يقل لواحد على جذر 2 من الماكسيمم. لو هتتكلمي عن الاي يبقى واحد على جذر 2 من الماكسيمم، لكن لو هتتكلمي على الباور يبقى النص زي ما كنا بنتكلم في الفولت بالظبط، واحد على جذر 2 من الفي ماكسيمم او الباور تقل للنص. بس انا عارف كويس ولا بيقطع؟ انا سامع بس الاغماشه دي. بس انا عارف كويس ولا بيقطع؟ واو وتي دلوقتي هو ايه؟ انا بسرعة زي حاجه مقطع كده. هو بيعلى ويقص وفي نغوشة بسيطة. سامعين كده كويس؟ كده تمام؟ اه تمام. طيب يا شباب يبقى تاني الهاف باور بيم ويدث افتكروها كده زي الفلتر اللي هو عبارة عن الباند ويدث او ال 3 ديسبل باند ويدث 3 ديسبل بوينت اللي احنا خدناها قبل كده في الفلاتر. فانا هنا الهاف باور بيم ويدث علشان هو راديشن فبنسميها البيم ويدث اللي هو عرض الشعاع. كلمة الهاف باور يعني الزاوية أو الويتس اللي عنده الباور بتقل للنص. فده الراديشن باترن بتاعي أهو. خد كده ده الماكسيموم بتاع
بتاعك بواحد، ايا كانت الماكسيموم بكام، واحد على جذر 2 من الماكسيموم، هي دي بنسميها السيتا هاف، كلمه هاف يعني هاف باور. خلاص. ونفس الكلام طبعا علشان الشكل ده متكرر فوق وتحت، في سيتا هاف تحت كمان، يبقى البيم ويدث بتاعك او الهاف باور بيم ويدث بتاعك هو عباره عن 2 سيتا هاف اللي هو الحته دي. فتخيل انت ان هم الشويه دول بس كده شايلين نص باور، انما الباقي ده كله متوزع عليه نص باور. علشان كده انا بنقل دولت بس زي بالظبط الفلاتر، تمام كده. فبنسميها 3 ديسيبل، كلمه واحد على جذر 2 او نص لو حولتها للديسيبل هتطلع معاك ب 3 ديسيبل. لو قلت كده 10 لوج النص او 20 لوج واحد على جذر 2 هتطلع معاك 3 ديسيبل. عشان كده بنسميها يا هاف باور يا 3 ديسيبل. 3 ديسيبل اللي هي 10 لوج اللي هي النص، باور بتقل للنص. فبيسميها هاف باور بيم ويدث، او بيسميها 3 ديسيبل بوينت او دلتا 3 ديسيبل، بيسموهم الاثنين واحد. هي عباره عن 2 سيتا هاف، الزاويه اللي فوق دي مضروبه في 2، انا هجيب الزاويه اللي فوق واضربها في 2. طب اجيب الزاويه اللي فوق ازاي؟ هي عندها الماجنتيود يبقى واحد على جذر 2 من الماكسيمم، فالاي سيتا ده يبقى واحد على جذر 2 من الماكسيمم فاليو اللي هو الاي نوت، يبقى واحد على جذر 2 من الماكسيمم. بس خلي بالك نورمالايز، احنا عاملين نورماليزيشن، فالماكسيمم فاليو عندنا هنا بواحد، يبقى واحد على جذر 2 في 1 ساين سيتا اللي هو الاي سيتا. اصلا المعادله بتاعته هي عباره عن ساين سيتا، طالع معايا اهو زي ما انا كاتبها هنا، الاي سيتا هي ساين سيتا. لما احط السيتا بسيتا هاف يبقى ساين سيتا هاف بيساوي 1 على جذر 2 من الماكسيمم فاليو اللي هي ب 1. 1 على جذر 2 في 1 يعني 1 على جذر 2، تطلع السيتا هاف هنا ب 45، ده معناه ان دي 45 ودي 45، يبقى انا 90 درجه هو دلتا 3 دي بي. خلاص. اسمها النل تو نل. لو انا عاوز اعرف الشعاع بتاعي عرضه قد ايه من النل للنل، كلمه نل يعني زيرو يعني عدم، هي الحته دي اللي عندها الامبليتود بتاعي بصفر او الماجنتيود بتاعي بصفر، الاي سيتا كماجنتيود بصفر، كلمه نل يعني عدم يعني بصفر، من النل للنل يعني لما الماجنتيود يبقى بصفر لحد ما اروح تاني للماجنتيود بصفر. عرض الشعاع بتاعي كام؟ البيم ويدث كام؟ كلمة بيم يعني شعاع ويدث يعني عرض. عرض الشعاع بتاعي من النل للنل بكام؟ بنسميها دلتا نل تو نل بكام؟ أهو هنا على الانفيتيزمال اللي احنا شغالين عليه، أول زيرو أهي كان بيبقى واحد الأول وبعدين يرجع زيرو وبعدين يبقى سالب واحد وبعدين يرجع زيرو. أنا عاوز من أول نل لتاني نل على طول بعده، فمن من النل للنل بكام؟ لفيت كام درجة؟ السيتا لفت معايا كام درجة؟ هي باينة قوي، دي ما بنجيبهاش احنا بالحسابات، دي بنجيبها كده زي ما انت شايف قدامك كده. السيتا معروف انها من صفر 360، فأنا علشان ألف من هنا لحد ما أرجع تاني هنا، أنا كده لفيت بالظبط 180 درجة، من سيتا بصفر لسيتا ب 180، يبقى الدلتا نل تو نل ب 180. إيه ده؟ ده معناه إنها على طول ب 180 بقى. لا طبعا، بصوا كده معايا، ممكن يبقى الباترن اللي خارج من الانتنه كده اهو، على حسب الباترن اللي خارج من الانتنه. الانتنه مطلعه ثلاثه مين لوك كده فوق، او عباره عن ثلاث حاجات شبه بعض كده. يبقى النل تو نل هنا بكام؟ هبدا من اول هنا اخد لفتي لحد النل تاني، هنا ممكن تطلع معاك تقريبا بايه؟ ب 60. النل تو نل هنا تطلع معاك، المهم انها مش بتساوي 180. يبقى مش دايما الدلتا نل تو نل ب 180، هي احنا عندنا هنا في الدايبول بس، عشان هو طالع معانا ايد فيجر وده ابسط الانواع، فاحنا عشان نلف اللفه كامله فهي 180 درجه. خلاص. انت في الامتحان الموضوع بيبقى اسهل من كده بكتير. بعد ما بترسم الباترن تقوم قايل له الدلتا 3 دي بي بتساوي كذا، والدلتا نل تو نل بتساوي كذا. الدلتا نل تو نل هتعملها كده بعينيك، ترسم له الرسمه دي كده وتعملها له، انما الدلتا 3 دي بي هتعوض عن الماكسيمم فاليو، واحد على جذر 2 من الماكسيمم، هنا واحد يبقى واحد على جذر 2 يبقى ساعتها 45، يبقى ساعتها دلتا 3 دي بي هي 2 سيتا هاف مش واحد، عشان في سيمتريكيه فوق وتحت، يبقى 90 درجه. حد عند في حد عنده مشكله شايف اللي انا قلته؟ حد عنده مشكله في اللي انا قلته؟ ها؟ حد عنده مشكله؟ طيب فضل لنا بس الباور باترن، ودي حاجه صغيره كده طبعا مفيش شرح ولا حاجه، هي نفس الكلام اللي احنا قلناه.
هذا الباور باترن اهو. احنا قلنا ان احنا في الاول خالص عندنا اتنين من الباترن. انت عاوز ترسم مين؟ عاوز ترسم الفيلد باترن ولا الباور باترن؟ هنا برسم الاي والاتش مع في الفراغ، وهنا برسم الباور بتاعت الاي الفراغ. انا دلوقتي عاوز ارسم الباور. طبعا هو في المساله بيطلب منك الاثنين، عاوز ارسم الباور باترن. هي نفس الموضوع بالظبط. طالما عاوز ترسم الباور هات لي معادله الباور. فالباور انا لما حطيتها طلعت بالشكل ده اللي انتوا خدتوه في المحاضره بتاع الالتزام. هي تقريبا بس متربعه، يعني الباور افرج وطالعه بساين تربيع سيتا مضروبه في شويه حاجات. فانا هقول له هاخد كل دولك مع بعض. طبعا هنا الموضوع مختلف لان الباور اصلا ماجنتيود، فما فيش ايماجينري علشان الغيه. هو هنا كده كده اصلا هي متاخده كماجنتيود ايت. فانا هاخد كل الكلام ده كله على بعضه ما يعنيليش بحاجه، هسميه باور افرج ماكس واعمل نورمالايز دي بي. يبقى ساعتها الباور افرج نورمالايزيشن دي البي في ام، كلمه نورمالايزيشن انا عايز اصغر السكيل بتاع الرسم، هتبقى عباره عن ساين تربيع سيتا. لقيت بقى نفس الكلام بالظبط، هقول له اهوت. طبعا انت خلاص عملت الفيلد باترن، انت تعتبر بتنقل اللي انت عملته فوق تحت. هقول له ادي الاي بلين، مش هفكر بقى تاني. الاي بلين ده عباره عن اكس زد او واي زد، وظاهر بطوله الحقيقي، والخلف بتاعي عباره عن ايه فيجر. رسمناها رسمناها تاني. بس خلي بالك انت المره اللي فاتت كنت بترسم ساين سيتا، المره دي انت بترسم ساين تربيع سيتا. يعني الرسمه بتاعتك دي هتبقى ارفع شويه. ليه؟ لان لو طلع الساين سيتا بنص، فالساين تربيع سيتا بكام؟ النص تربيع بكام يا شباب؟ النص تربيع بكام؟ بربع. هتلاقي الموضوع صغر معاك. وصلت؟ لو انا طالع معايا اي رقم طالع معايا هتلاقي الموضوع بيصغر. الارقام اللي اصغر من واحد لما بنربعها بتصغر اكتر. فانا هناك كان طالع معايا كده صفر، واحد على جذر اثنين، واحد، لان برسم الساين بس. انما هنا برسم الساين تربيع، هتلاقي الارقام بتاعتك كلها صغرت. عوض انت كده، حط السيتا بصفر واحسب الباور افرج، حطها مثلا ب 45 واحسب، هتلاقي الرسمه هيها بالظبط. بس خلي بالك انا رسمها ارفع هناك، هي الاتش فيجر هيها بس رسمها ارفع. تمام. الاتش بلين هو نفس الكلام برده كنقطه وبيظهر كدايره، يعني سيركل. فلازم اوضح له ان النقطه ديت هي المقصود بيها الدايبول انتنا اهي. تمام. وطالع معايا سيركل. عاوز اجيب ال 3 ديسيبل او اجيب الدلتا نال تو نال اهي. الدلتا 3 دي بي او الدلتا نال تو نال. الدلتا 3 دي بي خلاص احنا عرفناها بقى. الماجنتيود اهو. انت قلت لي هنا انها باور افرج. ان الساين تربيع سيتا هاف واحد على جذر 2 من الماكسيموم لو بتكلم على اي او اتش. لكن لو بتكلم على باور يبقى نص الباور. يبقى واحد على 2 من البي ماكسيموم. طب البي ماكسيموم نورمالايزد هنا بكام؟ برضه بواحد، لان الواحد تربيع برضه بواحد. دي الوحيده اللي مربعها هتفضل زي ما هي. فساين تربيع واحد صفر بواحد اهي، يبقى نص، معلش نص في واحد. يبقى الساين تربيع سيتا هاف واحد على 2 من الماكسيموم بواحد تبقى نص. يعني ساين سيتا واحد على جذر 2، يعني السيتا هاف برضه طالعه ب 45. يبقى ال 3 دي بي 2 سيتا هاف برضه ب 90. خلاص هي تطلع هي. الدلتا نط ونط برضه تطلع هيها 180. الاختلاف الوحيد يا شباب هو ده. هناك برسم الساين سيتا، هنا برسم الساين تربيع سيتا. فلما تيجي ترسم ده ارسمه ارفع شويه. ارسم الشعاع بتاعك ارفع شويه، هيبقى هو بس رفيع شويه عن التاني. خلاص؟ هتيجي تجيب ال 3 ديسيبل او ال 3 دي بي او تجيب الدلتا نط ونط في الغالب تطلع هي. خلاص يا شباب؟ في حد عنده مشكله؟ الكلام ده في الامتحان او لما نيجي نعمل الباور ده بتلاقي نفسك تقريبا بتنقل النص الاولاني من المساله تاني، بتعيده بس مع التعديل اللي هي الحته دي. خلاص؟ حد عنده سؤال في اللي انا قلته ده النهارده؟ انا هنا لخصت الكلام ده اول، قلت لك اللي احنا عملناه النهارده ان كنا بنعمل الانتنا باترن، يعني شكل الباترن اللي خارج من الانتنا، يا نرسم الفيلد باترن يا نرسم الباور باترن. يعني نرسم المجال اللي هو الاي والاتش في الفراغ، يا يعني نرسم الباور في الفراغ. علشان ارسم الفيلد باترن هات لي معادله الاي اوف سيتا نورمالايزد. علشان ارسم الباور باترن هات لي معادله الباور افريج نورمالايزد. طيب جبت المعادله، ارسم لي الاي بلين والاتش بلين اللي هو المستوى اللي بيظهر بيه في طول الحقيقي الاي بلين، او المستوى اللي بيظهر فيه كنقطه اللي هو الاتش بلين. خلصت؟ روح هات الدلتا 3 دي بي والدلتا نال تو نال. هنا
نفس الكلام بالظبط، بروح اجيب الاي بلين واقوم جايب الاتش بلين، وخلي بالك انت عينك على هنا وانت بتحل ده تبقى عينك على ده، واقوم رايح جايب الدلتا 3 دي بي وجايب الدلتا نال صغر. خلاص ده اللي احنا عملناه النهارده، رسمنا ده ورسمنا ده. طولنا شويه يعني ايه الاي بلين ويعني ايه الاتش بلين، وقلت لك ان حاله خاصه في حاله الدايبول انا مش هقعد ادور على المستوى اللي بيجمع الاي مع الباور ولا المستوى اللي بيجمع الاتش مع الباور عشان اعرف الاي بلين والاتش بلين. حاله خاصه هنا في حاله الدايبول انتنا اللي احنا هناخده، الثلاث انواع اللي هناخدهم، شوف المستوى اللي بيظهر بيه الطول الحقيقي هو ده الاي بلين، والمستوى اللي بيظهر بيه كنقطه هو الاتش بلين. تفتكر لو انا هنقل اللي بيظهر بيه الطول الحقيقي اللي هو الايد فيجر ولا هنقل الدايره؟ يا شباب علشان كده اما جينا حتى نجيب الدلتا 3 دي بي جبته للاي بلين ولا الاتش بلين؟ هتلاقينا جبناه للاي بلين بس، اهو الاتش بلين رسمناه وما جيناش يمه، او اترسم دايره الفيلد ثابت، الفيلد بالنسبه لي ثابت فما رسمتوش، هو خلاص رسمته وقفت على كده. انما الاي بلين لا، ده انا رسمته وقمت واخد الرسمه بتاعته كده وجايب لها الدلتا 3 دي بي والدلتا نال. نفس الكلام مع الباور باترن، لما رسمت الاي بلين والاتش بلين، الاتش بلين رسمته وقفت، لكن الاي بلين اخدت الرسمه بتاعته جبت لها ال 3 دي بي والدلتا نال. خلاص ده شكل الروتيشن اللي طالع بالفعل. اخر سؤال عايز اساله، انا لو انا عاوز انقل الاشاره بتاعتي تفتكر انقلها بالشكل ده ولا بالشكل ده؟ انا كده خلصت السكشن يا شباب. لو انا عاوز انقل الاشاره بتاعتي انقل بباترن بشكل كده ولا انقلها بباترن بشكل كده؟ انت بتعملوا الكلام ده في السنه الرابعه مني، هثبت الانتنه بحيث انها تكون باينه كده ولا اثبتها احطها في الاخر كده وضع واقف ولا وضع افقي؟ انت اللي هتحط الانتنه بايدك، يعني انت هتمسك الدايبول انتنه بايدك وتحطها يا واقفه يا نايمه، يا تحطها واقفه بالمنظر ده كده بحيث انها تبقى باينه شكلها الطبيعي بالنسبه للريسيفر، يا تحطها نقطه بالنسبه للريسيفر. خلاص يعني شكلها يا افقي يا راسي. فانا لو انا عاوز اعمل، عاوز انقل الموجه بتاعتي من الترانسميتر للريسيفر يا شباب، احطها كده انتنه بتاعتي او الترانسميتر انتنه بتاعتي احطها كده ولا كده؟ ها حد يرد عليا؟ وقصد حضرتك راسي ولا افقي يعني؟ مش هي الانتنه دي بالنسبه لي حاجه سلكه في ايديا اهيت، صح ولا ايه؟ عشان عندي ترانسميتر وريسيفر شايفين بعض، والمفروض ان انا ببعت الاشاره من الترانسميتر للريسيفر، هو اخر حاجه في الترانسميتر انتنه واول حاجه في الريسيفر برضه انتنه. فانا الترانسميتر انتنه اللي انا ماسكها في ايدي ديت، انا معايا سلك واقف كده، احطه واقف ولا نايم؟ يعني احطه بشكل افقي ولا راسي؟ ما انت لو حطيته بشكل افقي، بشكل راسي واقف، بشكل واقف كده يعني بشكل راسي، ده معناه انها هتطلع الشكل ده، طلع الشكل ده من الريسيفر انتنه. لو هنفترض ان الترانسميتر انتنه هنا اهي والريسيفر انتنه هنا اهي، فلو انت حاطط الترانسميتر انتنه بشكل زي ما انت شايفها بالمنظر ده، فالباترن بتاعها هيخرج كده، فانا ممكن احط الانتنه بتاع الريسيفر على الامتداد هنا هنا في الحته دي كده، فالباترن بتاعها هيوصل لك كده. انما لما احطها بشكل نقطه او بحطها بشكل افقي هتبان كانها نقطه، فالباترن بتاعها هيبقى حواليها بس، هل هيحصل له راديشن لحد الريسيفر؟ انت متخيل النقطه دي بالنسبه لي كده كانها نايمه بقى، نايم النقطه دي كده، يعني حط النقطه دي بالنسبه لي انت شايفها، انت بتبص عليها من فوق، لكن لو انا شايفها على انها ما بين الترانسميتر والريسيفر، حط دي الترانسميتر انتنه اهي والريسيفر انتنه هنا مثلا، هي الترانسميتر انتنه بتعمل راديشن في دايره كده حواليها بس، هل كده هتوصل للريسيفر؟ يعني انا عاوز ابعت الاشاره بتاعتي كده ولا كده؟ عاوز اعمل الباترن بتاعي كده ولا كده؟ وصلت ولا ايه؟ السؤال وصل ولا لا؟ ايه يا شباب؟ والله يعني المحاضرة ولا ايه؟ الباتر اللي بتاعي ابعته كده بالمنظر اللي انت شايفه ده ولا ابعته دايرة؟ طيب اخر سؤال، ايهما افضل الليد ولا الليزر؟ ليزر اشمعنى؟
يعني دي جاوبت اشمعنى الليزر احسن مركز شوية. طب هو ده اللي احنا بنقوله، الفرق ما بين الدايره واللي انت عملته بتسميها الدايركتيفيتي. الدايركتيفيتي يعني التركيز، بمعنى يا شباب الليد والليزر افتكرها كده، اللمبه اللي موجوده في البيت بتطلع الراديشن بتاعها بشكل مفهود على هيئه دايره كده حواليها. ليه اللمبه دي؟ حتى لو تخلي بالك اللمبه لها تغطيه معينه حواليها، بس لو انت بعدت عنها انت مش هتشوف حاجه. انما الليزر لا، الليزر هو عباره عن بيطلع اشعه متوازيه وتقدر تسافر مسافة أطول. هو صحيح مش بيغطي منطقة واسعة لكنه بيسافر منطقة أطول. هو ده بالضبط الفرق ما بين الليد والليزر. ده بالنسبة لي كأنه ليد بيطلع رديشا حواليه بس بشكل ثابت، ولكنه حواليه بس. انت متخيل لو انت واقف هنا كده مش هتشوف الرديشا اللي خارج هنا، ولو انت واقف بالموبايل بتاعك هنا او الريسيفر انتنة هنا انت مش هتحس بالترانسميشن انتنة هنا. انا واقف اهو جنبها بس مش شايف حاجه، لان هي بتعمل روتيشن حواليها بشكل ثابت زي بالظبط اللمبه اللي موجوده في اوضه وانت واقف في الاوضه اللي جنبها. لو نفترض ان مفيش جدران، انت مركبها في مكان واقف جنبها بعيد عنها شويه، انت مش شايف حاجه منها رغم انها موجوده وبتعمل روتيشن، بس انا مش مستفيد منها حاجه، هي عامله في الحته اللي فيها بس. انما لما تيجي عند ديت لا، هي صحيح الباور بتاعتها مش ثابته وصحيح الباور بتاعتها يعني ايه عاليه في حته وواطيه في حته ثانيه، لكن تقدر تسافر مسافة أطول. دي تقدر تسافر معايا مسافة أطول، دي دايركتيف شوية. كلمة دايركتيف يعني مركز، يعني كلمة دايركتيفيتي يعني إن أنا أركز الشعاع بتاعي، فتلاقي الشعاع بتاعك هنا مركز أكتر، يبقى الشعاع ده بسميه دايركتيف، إنما ده نون دايركتيف. خلاص ده اللي إحنا نقول عليه المرة الجاية بنسميه أيزوتروبيك سورس أو نون أيزوتروبيك والكلام ده كله. خلاص يا شباب وضحت؟ كل حاجة يا شباب؟ واضح اللي انا عايز اقوله ولا لا؟ ايوه. خلاص افترضها دايما لما اقول كلمه دايركتيفيتي افتكر دايما اللمبه العاديه او الليزر. ده راح تربط الفرق بسرعه. هناخد المره الجايه الكلام ده في الدايركتيفيتي، ان احنا عندنا ثلاث انواع، يا مركز يا غير مركز والكلام ده. ده كان السكشن بتاع النهارده وليا المحاضره. هو كان دكتور نسيم قال لي ان انا عديها من المحاضره هنا عدي الكلام ده، بس انا حاولت ان انا اشرحه بشكل تاني اكتر، ما بس الريكورد عشان ما يتوقفش. هو السكشن كله بيخلص الساعة كام؟ معلش المفروض ان هو خلص صح؟ 12 ل 10